اي خدمه. عاوز مين حضرتك؟ الاستاذه دولت. في ميعاد النهارده مع الاستاذه دولت؟ ميعاد؟ النهارده في ميعاد معاها. ميعاد ازاي؟ اذا كانت هي جايه النهارده صدفه، حضرتك عاوز ايه من الاستاذه دولت؟ ليزو بقول لك ايه، انا ماشيه دلوقتي، اول ما الاستاذ عاصم يجي تقول للناس يقلوا الداتا كلها في درج المكتب، لازم يبص عليها النهارده، فاهم؟ حضرتك مش هتستنى الاستاذ عاصم؟ لا هيتاخر لانه عنده مشاوير كتير. يلا استاذه بعد اذن ساعتك كلمنا. يا عم استنى بس شويه. في يا استاذه كنت عايزك مساله مهمه قوي قوي قوي. طيب شوف عايز ايه. يا استاذه انا مش عايزه هو. في ايه؟ في موضوع يخصك لازم تعرفيه مع شحته السويسي. ميزو انا عندي اجتماع، ما تدخلش حد عليا. وانت بقى جبت الصور دي منين؟ لا بص حضرتك انا مش جاي هنا عدو ليكي ولا ناوي شر، انا فاعل خير. انا فاعل خير. كل اللي اعرفه بقى ان شحته السويسي صورك بالموبايل بتاعه فيديو في المحل الملابس بتاع خميس ابو ليلى، وانت يعني لا مؤاخذه يعني متغيره هدومك، والبتاع ده بقى اللي عليه فيلم الفيديو، والصور بقى مطبوعه من السي بي ده. وطبعا شحته هو اللي بعتك ليه بالحاجات دي؟ عيب يا استاذه، عيب. شحته اللي بعتني. بقول لك انا فاعل خير يا استاذه، شحته كان عايز ياخد الفيلم يديه لعاصم المنسي، والصور بقى يوزعها على زمايلك في الشركه هناك، ستات ورجاله حبايبه كلهم يعني. ده بينتقم مني بقى. انا قلت حرام، دي اعراض ناس، واعراض الناس مش لعبه، عشان كده بقى سرقت الحاجات دي منه وجبتها لي، مع ان ده يعني ممكن يخسرني صاحبي وصديق عمري وابقى عدوه. وانت عرفت مكاني منين؟ دي حكايه شرحها طول يا استاذه، المهم انت ليكي الغرض منها وخلاص. وايه اللي مطلوب مني بقى يا سيفاء الخير؟ يعني لولا العزة يا استاذه، يعني ورحمه امي لولا العزة بس، وان انا محتاج قرشين ما كنت طلبت 50,000. 50 ايه؟ نعم يا روح امك انت بتستعبط. اهدي يا استاذه اهدي، فكري يا استاذه دولت، انا ممكن اسلت ايدي من الموضوع ده خالص وارجع الحاجه لشحته، ويا دار ما دخلك شر، بس في الاخر بقى انت اللي خسرانه. معاك نسخة تانية من الحاجات دي؟ دي آخر نسخة كانت على الموبايل ده، كنت شايلها كده يعني احتياطي، يعني أستلم فلوسي أسلمك الموبايل وعلي الحاجة. اتفضل يا ماما. اهلا استاذ عاصم، الحمد لله على السلامه. ازيك يا ميزو؟ ازيك يا استاذ؟ والدتي مدام رشيده. الحمد لله على السلامه يا هاني، منورت الدنيا كلها. ايه الالوان البلدي دي؟ ايه ده؟ هي بلدي فعلا يا ماما. ده ذوقك انت ولا ذوقها؟ بحبك. اتفضلي اتفضلي يا هاني. دولي انت هنا؟ وكمان مسلطة عليها الحرام اللي كان عندك وجر ده عشان يسرقني. اخرسي.
ما اسمعش صوتك. يا لهوي يا دي المصيبة، يا لهوي يا دي المصايب اللي نازلة على دماغك يا عاصم يا ابني. مش مظلومة، ما يهمناش، غلطانة مش غلطانة، لنفسك يا حلوة، احنا مش هنناسبك. طب ابوس ايدك، ابوس ايدك، ما توصليش صورة غلط لعاصم ورحمة ابويا. انا اول مرة اشوف الراجل ده، ده بيبلطج عليا معرفش منين. تبوس ايدي طبعا، ما انت واخدة على بوس الايادي، متعودة عليها ابا عن جد. انا مش هتكسف ان انا ابوس ايدك عشان خاطر عاصم، انا مستعدة اعمل اي حاجة. اوعي ايدي كده لا تنجسيها، ده انتي ممسوكه متلبسه بفضحتين، فضحت الصور الخليعه وفضحت الحرام اللي كنت قاعده بتتفقي معاها علينا، بتتفقي معاها علينا تاني بعد اللي حصل اولاني. اقسم لك بالله الراجل ده اول مره اشوفه في حياتي، وبعدين الصور قدامك اهي مش محتاجه شرح، دي متصوره من ورايا. صدقيني ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. اوعي ايدي، ولاد الحرام يا حبيبتي تبقى انتم، اما ولاد الحلال فهو احنا. كفايه بقى وابعدوا عننا، انا ما عنديش استعداد حد يحطم حياتنا تاني. انت فاهمه ولا لا؟ انت تنسي عاصم ده من دماغك خالص، ابعد عننا. ايش هقولها انت ليه يا فندم؟ تعال هنا اسمع، ما اقولك الشركه دي من النهارده مقفوله، تتقفل فاهم ولا لا؟ تروح تشتري كالون وقفل وتقفلها من بره، وتقعد في بيتك وتستنى اوامر من عاصم ابني، انت فاهم؟ بس قبل ما تقفل الشركه تطلع الشيء اللي واقف ده بره، وتنظف الشركه من القذاره اللي فيها. شركه ايه اللي هتتقفل؟ الشركه دي عندها التزامات وفلوس شغاله، تقفلي ايه؟ ما يخصكيش يا حبيبتي، عاصم ابني يعرف يتصرف. هي دي اللي ما تخصنيش، وعاصم مين ده ان شاء الله اللي هيعرف يتصرف؟ ايه هتربحيلي؟ والنبي يا هانم بقى عشان خاطري، بعد اذنك يعني يا انسه دوله، بعد اذنك. اخرس انت، بقول لك ايه، انا لغايه دلوقتي ساكتلك عشان انت بس ام عاصم، لكن لازم تبقي عارفه بقى، الشركه دي بتاعتي انا، كل قرش اتصرف هنا من فلوسي انا، الشركه دي قامت وبقت محترمه على ايدي انا. قصدك ان ابني ملوش حاجه هنا خالص؟ بقول لك ايه، بلاش شغل الاراجوزات ده، وما تقولينيش كلام انا ما قلتوش، انت فاهمه كلامي كويس. انا اراجوز؟ انا اراجوز يا تربيه الكمونيه؟ الله يرحمك ياما، على راي المثل قالتها لي، قالت لي ما تعشميش نفسك تشم ريحه المسك من مقلب الزباله يا زباله.